يعني الخطا لا والله يا عيال يعني انا جاي والله يعني متروضين على جنب ورايحين عشان ادري شو الله وجهك انا صراحه الحركه يعني ما ادري شو اسمع اسمع صلعني بالمعدين المفروض احمد ودام انا كفريق انا كاداره انا كاداره انا داري انا كاداره يعني المفروض اتخذ قرارات ولك حقيه اي لي حقيه يعني اذا على كذا انا اي شيء بسويه بروح لا والله لا والله والله ما هي قصه كذا ما هي قصه يعني معليش انا كمعد أعطن احترامي لي صلاحيات يعني الحين أنا ما أدري وش صلاحياتي بالأيام الجاية هل أجيت بسوي إسقاط ولا بسوي شيء ولا بسوي فقرة ولا ما أدري شو بيجي حاسبا ترى هذه عليك شرطة الرمال عطوا صح ما حب نطالب حب نطالب أبو إبراهيم شبوا على بتويتر يا الربع لا والله ما بنروح حب نطالب أبو إبراهيم بسيط المعذرة وين يا شباب المعذرة المعذرة والله منك معذرة منك أبو عامر معذرة منك صالح معذرة منك ما حراضي ما حراضي العموم معوض يا ابو زينب معوض والله حرام الشخصيه هذه ينخصم عليها حرام انا ابغى 100 انا ابغى 100 والله اني ابغى انا ابغى 100 قطوه جديده خلها جديده هذه العامر معن يا اخي انا اخطيت انا اذا اخطيت اتحمل لا لا اخطيت شرازية صح اترك 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 هو مو غالي هذا غالي هذا اللي جايب اليوم يا اخي ليته سال الاعداد قبل انا ما اخطيت ليش طلع لي انت تغلط علي ليش ما حد اخطا نواف متى تصير جاد يا نواف ترى انا كنت زيك هزلي انتم صار نفس الموقف قبل انتم مخطين يلا باخذ اغراضي خليل لا تقول لا تقول زي كذا يا خليل خليل ليتر ولا حيض الله يلا يلا ما في مشكله خلاص خلاص قفلت ابو ابراهيم بالنسبه لمحمد الفيل ما حن راضين باللي جاء سعيد ها شيء يقولك لا لا حن طال نطلبه حن وجينا وجانا حن نطلبه يقدر ابو ابراهيم هو اهل لذلك انا محمد الفيد الخصم اللي جاء ما حد راضي ولا يطلع مصيده خصم راضي بنقطله احنا يا متسابقين اللي معي انا والله ما برضى باللي جاب الفيد صدق انا ما تبى وهو بما انه من الاداره بالنسبه للشباب انا معك انا صراحه موضوع انه جزء من الاداره وما له صلاحيات يتخذ قرار في انجاح جزء من البرامج اللي موجوده صراحه هذا وين المجال اللي يشتغل فيه اول واحد يطلع ما له دخل لا ابدا اشوف انه ما له دخل ما له دخل دخل اداري قصدك مو عم دخل اداري انا معك بس, بس انا شوف انا ما براضي على موضوع الخصم سعدون سعدون يا قلبي اسمعني انت الحين اذا كان في واحد جزء من الاداريين اللي موجودين اللي احنا بعض الاحيان نرجع له ونكلمه عشان ننجح فقره من الفقرات اللي قدمها نتفاجئ انه هو ما يقدر يتخذ قرار هو ما يقدر يتخذ قرار ترى هذه اشياء اداريه ما هذا قرار اداري بس قصدي بالمواد اجل خلاص ما احنا براجعين على احد هذا قرار اداري سعدون قرار اداري يمكن نطلبه وان شاء الله لا شوف ولا نفزع لابو فهد هاي بنفزع له انا كان في الاعداد يعني يعز نفزع له نفزع له لا يا اخي شوف والله ما عهدنا وش الشكل مو بقصة هالشكل بس والله انا ابغى بعض والله اني ابغى يا ود قل لا اله الا الله والله اني ابغى المية والميزان بعير بعير حتى حتى طلعتوا تسمع مني لو طلعتوا الميزان انتم ترجعون ها انتم تبون ترجعون حتى لو دخلتوا الميزان ترجعوا وعينكم هالكبر خشم عمار بالنار والله نبي نطلع كنا منكم والله نبي نطلع خذ راحتك لا 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 انتم طالعين لا خذ راحتك ابوك بوجود بدونك انتم جزاكم الله خير يعني انتم اصلا ما اخذتوا حبيبي انا احنا نجي سبع هنا سبع ونص انا معاك نزل جوالاتنا من تسع انا اجي اطفي جوالي احطه في الشنطه كلنا كذا هالشيء جزاكم الله خير والله انا الحين يلقمني غند علشان ايش اترك انت اجل هو المشكله تدري وين ما تهم خلنا 100 وميزان تعرف ايش يسمون الواحد بعض الحين يستغرق في اللحظه الحاضره الحين تخيل جاك واحد من الاعداد وعطاك جوال قال لك عشان تنجح الشيء هذا شو اسوي انت تاخذ الجوال حتى لو انا بنجح فقرتي يخصم علي ليه يا سلام عليك بنجح الفقره يا اخي والخطا الخطا من الاعداد انا احنا يوم احنا امامي بعد ها ما دريت قاعد عندكم يوم قعدت على ما قعدت خالد انا جيت امس مع انهم الاسبوع راح ترى محددين من بدايه الاسبوع انه ومظبطين بالطبخات الاسبوع راح الاسبوع هذا انا جيت امس انا قلت جيت امس عند الاعداد انا في امامي طلعوا الجوال قالوا لا لا جيت اليوم قلت انا في امامي قال لي والله تصدق طيب ايش الطبخه مصابي ابو زينب ترى قبل دقيقه انا قلت نفس الشيء انا مثلك تحسبني خذيت الجوال ابحث عن المصابي هذه وايش مكوناتها وايش كيف تطبخ صح
ما اصلا حطيتها في راسي. وهذا تكسير. يا اعطاني الجوال قال ابحث عن المعالم السياحيه. تكسير في والله راح اسالك عن المنطقه. الاسبوع اللي راح زي ما قلت كانوا مجدولينها، قالوا اليوم الفلاني الفريق الفلاني، اليوم الفلاني الفريق الثاني والطبخ. ما هذا احسن خبر عندك يا احمد؟ طيب هذا ما يجي. خلاص اتوكل على الله. خلاص المشكله ما انت في الميزان. ما ادري اصلا كيف يحبونك يا اخي، انسان اناني ما تحب الا نفسه. اي انا ما احب الا نفسي، احبك انت شبي فيك. والله لا عندك خوة. على المنطقه يجيني واحد من الاداره زمان شفته تخرج من السعودون. مستانس ان ابو امجاد وراسك ترجع انت وياه وعينك مرة. انا ما همني. بس انا صراحه اقترح لكم تاخذون لبس. صل على النبي، صل على النبي. هو ما ارسل في الجروب هذا الاسبوع. لا ارسل ما ارسل. ها طيب خلاص المفروض ما بس بالفهيد الحالة حتى الشباب الثانيه يبلغونه. ما فهيد مقصر. لا المفروض فهيد مقصر. فهيد مقصر. ربع انت. الغلط ربع الفهيد. انت مثل اللي واحد يصلي صلاه العصر. اطراز. اسلم. واحد يصلي صلاه العصر، امام يصلي صلاه العصر وقراها جهرا والناس تلومونه مصلين اللي وراه. الفهيد هو اخطا واعترف بخطا وقال انا اشيلها. انا ماني فاهم انتم يخصمون عليكم ليش؟ احنا جينا نبي صح والله في محتوى هو الخصم عشانهم اخذوه. الخصم عشانهم اخذوه. الله اكبر. أكثر, اكثر مره والله اقول للشباب اكثر مره حتى لو جاء معد او مثلا يا اخي انت يا اخي اسكت 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 بس اسكت بس يا اخي صادق انا رحت. المهم اي واحد من المقدمين يجي مثلا يعطي جوال يقول يا شباب لا احد ياخذ الجوال من ال يجي يقول لا تاخذ ياخذ ياخذ فك عمرك فك عمرك حتى الاداء حتى الاداء هذا ما علمونا مقدم والله مقايلين فك عمرك بس انت رايح اليوم نطلع من الذواقه واحد للذواقه 54 ابي شوف البتوت كله ابي شوف متى علمونا قالوا اذا قالوا لا تاخذ من المقدم ولا لا تاخذ من المعد لا تاخذ من المقدم حتى المقدم قال لا تاخذ بالاعداد كل واحد بالاداره يعني هذه واحد واحد حق الفيد يعني انا بالعداد ولا غيره جوال ما يستخدم يا اخي فيه محتوى بالصور بعضهم بعض يا اخي نجح للحوار مو بلازم ما مطلوب منك تلقم 20 عشان المحتوى نفسه هو يقول ممنوع تجي انت تاخذ جوال يعدور نفسه من الجوال جوال ممنوع يعني حق له اخذته من عامل ولا اخذته من مدير المفترض تعال صالح اللي نفهم ونعرف المجال والهياكل الاداريه اذا هو صار بالاداره اتوقع 99% انه يحق له يتخذ بعض القرارات ما يتدخل بالقرارات صلاحيات له صلاحيات صلاحيات انا لا اجل ليش انا احطك معي بالاداره وبالاعداد بس كذا سد فراغ سد فراغ بس حشي مو صحيح فالحين فجاه اعطانا الجوال لا والله ماني ماخذه بس تدري الحين ايش عندي انا اقول خلونا الحين احنا في مشكله خلونا نشوف الحل الان عندكم 20 لا 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 20 غن ولا 20 ولا 10 ولا الحل انه وجههم ولا غن ها ليه ما خلى 100 وضحت له الصوره وضحت انه في غلط طيب لا 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 يدري من قبل ما لا 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 يا اخوان وضحت يدري من قبل ما يجي وضحت له الصوره وضحت له الرسي جاء الرسي جاء علي وقال جوالك معك قلت انت تدري ان جوال ابو فهد قول له والله حتى الرسي يدري من قبل ما يجي يا عامر عامر دقيقه الله يرحم والديك انت والله انا مجادل نعشوتك اصبر طيب يهدي شوي ايش فيك انت تضحت له الصوره لا تقول لي يا اخي الرسمي عنده خبر 20 اتضحت له الصوره عبد الوهاب عنده خبر يا جمهور ليش خلاص هو هاني انا مش خليني اكمل كلامي هاني يقول انه نقص انه اتضحت له الصوره نقص 20 صح لا 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 يا جمهور خلاص اتضحت لكم الصوره اتمنى ما تعاد ها ما تعاد مو ما تعاد لا انا اعتذر لابو امجاد وعبد الرحمن انه خذيت قرار قبل لا اسالهم ولا شيء شنو يعطيك 20 دخلك الميزان؟ انت ماني مخطي الربع ماني مخطي شلون ادخل الميزان؟ يا اخي هو جاري قبل ما يطلع انه جوالنا ابو امجاد قد سالني عبد الوهاب وقد علمته لا تتكلم هو ما قال انه هذا جوالك هو داري انه مو بجوالك هو قاعد يقول ان الجوال المتسابقين ما يمسكونه بايديهم انا علمت لعبد الوهاب ان الفهيد اعطينا ابحث عنه يا حظي يا حظي بالنسبه لهذه الصالح هو يمشي وفق انظمه يعني انظمه البرنامج خلاص صل على النبي صل على النبي يخلي يوم جاء التبرير يخلي اهميه غند لا لا صل على النبي ما لك علاقه انت لا تقل اهميه غند وميزه يا اخي ما عليك الفهد الفهد كشته هي صح ان شاء الله ما يلحقك كشته تبغاها لا ما يكشته خلاص طيب هو سوى لك الشيء هذا يعني انا اني صادق والله العظيم افصل عليك تخيل الفهد مو فيه تخيل الفهد مو فيه عاد خلها 100 غلط كانت بتصير 100 صح؟ لا 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 ليش تصير 100؟ ليش تقول 100 طيب؟ فهد ما جاء لا انا من يا اخوي انت متقص رقبتي انت حط سيف على رقبتي انت علمتك العلم اللي عندي الجوال مو لي الجوال ماخذه من معد عشان احضر نضبط الفقره لو الفهد مو موجود شو المشكله؟ ما هو اللي اخذ عليك ليش اكذب عليك؟ متقص رقبتي انت عشان اكذب عليك انا ما عاقبتك عشان الجوال انه مو بجوال انا داري انه مو بجوالك فعشان كذا انا عاقبتك ليش اخذت جوال المعد
هو يقول بالجوال حبيبي انت نبهني الاول نبهني اول شيء هو يقول نبهتك لا ما نبهتنا اذا نبهنا اذا كانوا منبهيننا انا ما سمعت وانا ارجع من الدواقه واحد اشوف البث اذا كانوا ما نبهوا من الاعداد اسلم اسلم نبه من الضيف جاء عوض من شوفه تصور معه يوم اعطانا صح هذه نبه فيها وبعد من الاعداد ما نبه فقره الاعداد معنا المقدم بس محمد فهيد مو مقدم محمد فهيد غير انه مقدم فقره كلكم ميزان ولا اعرف عنكم مع الاداره وانتم والفهيد بعد الميزان بدل محفوظ ما لهم علاقه حتى العيش انا معك انتم هذا خذ زمن ادوات حتى فهيد اقسم بالله اني اقسم بالله حتى انه ما يستاهل انه ما يستاهل الخصم والله انه ما يستاهل الخصم ليش تخصم عليه والله انه زعمان اذا كان يدري انه ما له حقيه ما يدري طيب تقول يقول انا يقول انا ما اخذت عندي صلاحيات ما عندي صلاحيات علمني قل لي انت بس اسم بس اسم يا شباب هل ابو ابراهيم منبه المعدين ما تعطون ولا واحد جوال لا لو منبه ما عطى فهيد يا عامر هو حتى فهيد حتى فهيد انصدم بغى يطلع من ذوبه انصدم انا ابغى مئة انا ابغى مئة وميزان تعال انت يا ابو امجاد يا عندنا صالح الموضوع اللي يقوله انه خلاص ما نقدر نعيش في الخطا اللي احنا موجودين فيه او المشكله اللي احنا موجودين فيها ننتقل لمرحله شلون نحرق اللي عندكم وبس وحنا عون لكم بس والفيت حن معه قلبا وقالبا وفيت القطه كلها عليه هاي ارسل لنا رقمك ونقط لك رقم الحساب والله تقفل نعطيك الراتب حن وانت ولا عاد اسمع كلمه وانت وياه يلا فكونا يلا قوموا انت وياه يلا يلا يا جماعه قاعد يا ول اقعد يلا يا جماعه كيف قطعتم علينا البث تفرقوا نبغى الكاميرا تجينا هنا دخت قسم بالله هاش بلا راسي انا ضربت براسي اني ادخ انا براسك فين بلخ ويانا تدري انا الحين كان قديم يا قلبي اسمع ابو راشد ايش يقول يقول لك غلغل عليك يا محلا يا وهذا يقول اسكت عشان يجي يضحك اسمع هذول عندهم قوه يضحك من حلال يضحك بدر رايق يسوي مسابقه بدر مبسوط وحشر ابو سلطان ابو سلطان ايه نتف قال على اي اساس تعطي